يس مستر راشد، روم نمبر 41. هير اي دونت نو اي ثينك سمبادي هير. ايه مسكونه. كويكلي نشوف البلكونه. يا ذير سمبادي هير، ذي ار ريلي نايس جايز ان ذس هوتيل، ذاتس واي ذي. لا لا خاطر بعد في ميه بعدين مسك. ايوه بالضبط. شفت الاربعين الاربعين فيها زاد البركون كيما هذا. Yeah, and this one is good. Room number 40. This 41. And let's go. They will think we are still something from this room. This is the bathroom. Yeah. And this is the bathroom for the room. This one. Russia, this is really it's amazing city. This up the Brunati. Brunati, صح؟ Brunati. And there is a telefreak take you up. So it's really nice. شفت المنظر. Also this is bedroom. They have so many view and so many different rooms, like one person, two person. You have to choose. This is the square and this is the balcony. If you want balcony, if you don't want, you have just you tell for your customer you need balcony or you don't want. That's important, you know. Yeah, this is the view. They have two view, one in this square and one for this I don't know what called lake or como lake. And they have restaurant outside. It's working till 11. No, till 10 o'clock. And here the reception. This is the restaurant. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين راح أطلع من مدينة كومو الإيطالية وتوجه إلى مدينة أورتساي بعد في الشمال الإيطالي، وبكتب لكم الاسم. Open the door, please. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم أحبتي الكرام بكل خير. وجهتي إلى منطقة أورتساي، من كومو إلى أورتساي 350 كيلومتر، فيها 3 ساعات و50 دقيقة. اتوكلنا على الله وإن الله يحب المتوكلين. مثل ما تشاهدون هذه الأمطار والأجواء الجميلة من الفجر.
مثل ما تشوفون القفاز أقدر أتحكم بالتليفون أو شاشة التليفون على راحتي. هذا القفاز من شركة البي ام دبليو، من الوكالة نفسها. فبعد ما عبيت بترول شربت كوفي، أتوكل وأكمل طريقي إلى أورتساي. طبعا هناك في خيارين، طريق جبلي وطريق اللي هو الخط السريع هذا اللي أنا فيه. ما حبيت اني اروح الطريق الجبلي لان امطار وما اعرف، يمكن يكون في ثلوج او يمكن يكون الطريق مسكر، فحرام اني اتعب نفسي وارجع مره ثانيه. فقلت امسك الطريق السريع، هو دائما الطريق السريع يكون امن، واذا في ثلوج او اي شيء دائما يتنظف باستمرار اول باول. وافضل شيء في ايطاليا الشمال الايطالي، خاصه لاصحاب الدراجات. شمال الإيطالي شيء لا يوصف، حالة من حال سويسرا، حالة من حال النرويج، شيء جميل. ريف، أعشاب، أشجار خضراء، وديان، أنهار، شلالات، والله يا جماعة شيء لا يوصف. $25 رسوم الطريق السريع. طبعا في اوروبا الخطوط السريعه او الطرقات السريعه دائما تكون برسوم، رسوم مش ثابت، مش يعني $25 لا، ممكن يكون ناقص وممكن يكون زايد بشوي على حسب الطريق اللي انت داخل منه واللي انت طالع راجع. ما افهم كثير في هذه الامور، ولكن التكاليف مش ثابتة. شوفوا النهر اللي على يميني، هذا هو الشمال الإيطالي. طبعا أنا الحين قاعد أرجع إلى الشمال الإيطالي، والحمد لله والشكر أن الأمطار تخف وتزيد توقف، وما يعني حظي حلو في هذا اليوم أن الأمطار مش قوية. فمستمتع بهذه الأجواء ومثل ما تشوفونها أمامكم. وأكثر دولة أمر عليها لنا الحين يكون فيها خضار هي إيطاليا أو الشمال الإيطالي تحديدا. فهذه كلها قرى وكلها يعني على طول الطريق تشوف يمينك ويسارك الخضار والأكواخ والبيوت، شيء صراحة جميل. وأصحاب الكرفانات نفس هذا اللي على يساري مرة متواجدين على الخطوط السريعة، لأن الحين كثير اللي شفتهم واللي مريت عليهم واللي مروا علي، فالأجواء حلوة. هذه اللافتة حول أقرأ أورتساي، ما قدرت ولا شفت كلمة أورتساي رغم أنها موجودة على النت وموجودة على جوجل ماب، ولكن ما حصلتها في اللافتات لحد الآن. ف هذا أنا رايح أكمل طريقي إلى مدينة أورتساي. شكل الأنفاق هني شوية تختلف، في أنفاق 100% نفق وفي نفس هذا الستايل، يعني تفرق من منطقة إلى منطقة. فمرة أمر الشارع فوقي ومرة الشارع على يساري نهر، ومرة يعني تشوفوا الطريق اللي على اليسار، فدايما تحصل الطريق ما يكون ثابت، هذا رايح يمين وانت رايح يسار، او انت رايح يمين وهو رايح يسار، والعكس صحيح. ما اعرف اذا انا ذكرت ايطاليا تستخدم عملة اليورو، والبلاد جدا غالية، جدا جدا غالية. اشوف حالة من حال سويسرا، لما كنت في سويسرا ودخلت ايطاليا نفس الصرف بالضبط. والسكن يعتمد عليك انت، تبغي 5 ستار 4 3 2 تحصل كل شيء موجود. بغيت تخيم في تخييم، التخييم 15 يورو وفي خدمات مطعم وتكرمون حمام ومسابح، ولكن ما خيمت. ايش عاد انا كل شويه انظف عدسه الكاميرا لان النفافه والمطر دائما يبقع في العدسه، واضطر اني امسحها على اساس الرؤيه تكون واضحه. طيب بالنسبة للفندق اللي أنا كنت موجود فيه، الفندق هذا أنا عندي سبونسر اللي هي شركة تزرعوني للسفر والسياحة، هم يرتبوا لي الحجوزات والفنادق وإلى آخره. ف
فصورت الفندق للشركة، كانوا طالبين مني اللي هو مدير الشركة طلب مني تغطية عن الفندق أو رأيي أنا بالفندق، والفندق جميل وأيضا أسعاره جميلة بما أن موقعه على البحيرة، بحيرة كومو، ونفس الوقت على ساحة المدينة، فأنا أشوف أسعاره جدا ممتازة ويستحق الزيارة للي يبغي يزوره. أنا حطيت لكم، وأنا أحب دايما أفيد غيري، يعني أنا شوفوا مساحة الكاميرا مرة ثانية، أنا دايما أحب أفيد غيري من إخواني أصحاب الدراجات أو الناس اللي بتسافر بشكل عام، يعني مش شرط دراجة، ممكن سيارة، وأنا ذكرت ممكن سيكل أي كان. والحمد لله بفضل الله أني تمكنت وصورت من طلعت من الإمارات على السعودية وعلى تركيا، واليوم الكثير آلاف استفادوا من الفيديوهات اللي أنا صورتها، وفي هذه اللحظة الكثير طلع من وراء الفيديوهات اللي أنا صورتها، أعوذ بالله من كلمتنا، وما أتكلم عن نفسي، أيضا أخواني الرحالين أنا أستفيد منهم وهم يستفيدون مني، فكل واحد بسلوبه بستايله ينزل فلوج، ينزل فيديو عن رحلة تغطية باخرة، حدود، أمن وأمان، تكاليف، مصاريف، فأكيد الإنسان مش كامل. عندي أنا في فلوجاتي في أمور كثيرة ناقصة، فلان يصور فلوج هم كذلك تنقص أمور، فكلنا نغطي بعض، سواء أنا أو أي شخص رحال في اليوتيوب ينزل فلوجات في اليوتيوب. فنتمنى التوفيق للجميع، والله يحفظ اللي طلعه واللي بيطلعون في حلهم وترحالهم. وأرد أنصح أصحاب الدراجات أو الرحالين اللي بيطلعون، اللي طلعوا الله يحفظهم، اللي ما طلعوا لا تثقل على نفسك، ما يحتاج أنك تثقل. أنا ثقلت والحمد لله أني في أغراض كثيرة وزعتها على طريقي، والحمد لله يعني أنا بعد ما وزعت الأغراض اللي عندي أشياء من ملابس والموجود عندي كفيني، ما له داعي تثقل على نفسك. أوروبا يا جماعة فيها كل شيء، أوروبا والله فيها كل شيء، اللي يخطر على بالك واللي ما يخطر على بالك. وما ننسى أيضا عدة الإسعافات الأولية شيء ضروري معك في الرحلة، من لصق الجروح الخفيفة، يعني مش شرط أنك أنت تطيح من فوق الدراجة، ممكن وانت تتعبل بالدراجة تبطل منها شيء، تنجرح يدك شيء بسيط، فعندك لصق، عندك رش، عندك الأغراض اللي تحتاج لها بنادول وهذه الأمور، ممكن تأخذها من الصيدلية وتخليها بشنطة تحتفظ فيها بشنطة. بالإضافة إلى الملابس، ما له داعي إنك تأخذ ملابس من بيتك وأنت طالع على أوروبا، متوفر أيضا فيها كل شيء، والكواليتي حلو يعني، والأسعار جدا معقولة، والأفضل إنك تأخذ من أوروبا. تشيل سامان يكفيك لغاية توصل أوروبا، طالع من السعودية حتى أيضا تركيا، إذا تشتري من تركيا بعد الأسعار زينة أكثر عن أقل عن أوروبا بكثير. فهذه نصيحتي بعد، ومنها تكون جددت الملابس. أنا قلت بوقف أشرب كوفي بس غيرت رأيي. بالنسبة للملابس هذا إذا أنت كنت تبغى تجدد الملابس، لكن إذا عندك ملابس أوردي تأخذها فا أوكي، على أساس ما حد يقول بطرة وما بطرة ويتخلي من هذا الأمور في التعليقات. فإذا كنت تبغى تجدد فأحسن تروح فاضي أوروبا وتشتري الأغراض من هناك، لأن الأسعار من الآخر
أرخص. أنا سألت وأدخل وأروح، ما عليكم من التصوير، وأنا تكلمت قلت لكم اسمحوا لي تراني أنا هذا تصويري للأرياف والجبال والشوارع والمناطق، وأدخل المدن أصور وأنا على الدراجة، ولكن إن شاء الله الجزء الثاني من الرحلة راح نغطي لكم كل شيء. وذكرت بالفلوكات اللي طافت، فقربت أنا أني أوصل مدينة أورتساي أو على حدودها، فإن شاء الله ما شاء الله تشوفوا والله على الطبيعة غير. والله يا جماعة على الطبيعة نفسيتك تتغير إذا أنت مهموم، الله يبعد عنكم الهم والغم والحزن، لكن والله إذا نفسيتك تعبانة تعال زور هذه المناطق مرة زور المناطق اللي أنا مريتها بفلوقاتي وادعي لي. وصلت مدينة أورتساي، هي بالأساس هذه أصلا قرية، ولكن لكثرة السياحة فيها فطوروها. وراح نختم هذا الفلوق في مدينة أورتساي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه، ادعموني باللايكات، انشروا هذا الفلوق إذا عجبكم أو أي فلوق في القناة يعجبكم انشروه. شكرا لكل من ساهم في نشر هذا الحساب، شكرا للي بيساهم، وشكرا للي ساهم، وشكرا لكم جميعا. وأنا شخص ما استغنى من دعمكم، والقادم أفضل بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير من هذا الكوخ الجميل، قرية أورتساي.